السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة ملوك ساد النهاردة هنتكلم عن تردد قناة الجنوب. طبعا الجميع بيبدأ يسألني عن تردد قناة الجنوب عبر القمر نايل سات 2023. النهاردة هنتكلم عن تردد القناة، تردد القناة على قمر نايل سات. ولكن أهم حاجة لازم يكون عندنا جهاز اتش دي عالي الجودة، علشان لو عندك جهاز بصيغة اس دي اللي هو الجهاز العادي اللي بيشتغل على التلفزيون والشاشة اللي هو بالصيغة العادية، طبعا التردد ده مش هينزل فيه شغل. يعني لازم يكون عندك جهاز اتش دي علشان تقدر تنزل تردد قناة الجنوب على قمر نايل سات. تردد القناة عبر قمر نايل سات هو تردد اتش دي فقط 11641، 11641، معدل الترميز 27500، والاستكتاب هيكون أفقي اللي هي حرف الإتش. تردد تاني يا جماعة 11600، 11641، معدل الترميز 27500، والاستكتاب هيكون افقي اللي هي حرف الاتش. اهم حاجة لازم يكون عندك جهاز اتش دي، علشان لو عندك بصفر عادي فاعتبر ان التردد ده لو كتبته مش هتلاقي اشارة في هذا التردد. لازم يكون عندك جهاز اتش دي علشان تقدر تستقبل تردد قناة الجنوب عبر القمر الصناعي نايلساد 2023. تردد القناة هو تردد اتش دي 11641، معدل الترميز 27500، والاستكتاب هيكون افقي اللي هي حرف الاتش. وانتظرونا في فيديوهات مقبلة عبر قناة ملوك ساد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.